عقدت المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي مؤتمرا صحفيا أعلنت من خلاله عن أبرز تفاصيل معرض البحرين الدولي للحدائق الذي سينطلق تحت شعار الماء تجديد الحياة. هذا وسيضم المعرض جملة من المشاركات المحلية والخارجية وعدد من البرامج الموجهة لمختلف أفراد العائلة، إضافة إلى تقديم جوانب تعليمية ومعرفية بما يوفره المعرض من معلومات ثرية وفرص لتبادل التجارب والآراء والاطلاع على أحدث الابتكارات. الماء تجديد الحياة، تحت هذا الشعار سينطلق معرض البحرين الدولي للحدائق لهذا الموسم بجملة من الفعاليات المتميزة التوعوية منها والتثقيفية الممزوجة بالمتعة والفائدة لكافة أفراد العائلة، حيث سيسلط الجناح العلمي الضوء على عدد من المواضيع المتعلقة بالمياه وغيرها من المواضيع المتعلقة بالشأن الزراعي. عن معرض الحدائق يجمع ما بين كونه معرض علمي ومعرض تجاري، وفيه مشاركات قيمة جدا السنة اللي هي تغطي هذين الجانبين المهمين، وكلنا أيضا فرحانين أنه راح يكون المعرض لأول مرة في أرض المعارض الجديدة في منطقة الصخير، فبيطلع بشكل إن شاء الله مختلف ومناسب في هذا الموقع الحيوي اللي تم افتتاحه مؤخرا في مملكة البحرين. هناك مشاركات من دول أوروبية ومن آسيا ومن دول الخليج أيضا، فالعدد الكلي للدول المشاركة من الخارج هو 25 دولة، وتتفاوت المشاركات ما بين مشاركات توعوية وتجارية أيضا، فإن شاء الله بتلقون اللي يعجبكم بإذن الله. 176 عارضا من داخل البحرين وخارجها يشاركون في هذا المعرض بتصاميمهم ومنتجاتهم وتقنياتهم وابتكاراتهم، يتوزعون على أجنحة المعرض المختلفة ليقدموا لزوار المعرض تجربة ثرية ويتعرفوا من خلالها على التجارب الناجحة في هذا المجال، بالإضافة إلى عرض استشاراتهم وخدماتهم ومنتجاتهم. طبعا احنا قررنا ان احنا حتى تصميم جناحنا يكون شيء في من هذا القبيل. مسابقاتنا بالنسبة حق الكبار والصغار والتصوير الفوتوغرافي هاي كلها كان يشمل عن الماء، فهذا الطريقة الوحيدة اللي احنا نقدر نعكس فيها الشعار وبعدين ننشر شنو أهمية الشعار بالنسبة حق المعرض. هذا المعرض يعد مناسبة فريدة وملتقا حيويا وتجاريا، وسوف يسهم في خلق فرص هامة للمؤسسات المشاركة لتنمية أعمالها وتوسيع نطاق أنشطتها محليا وإقليميا ودوليا وتوعويا في الوقت ذاته، بما يقدمه من استشارات ومحاضرات تثقيفية وتدريبية في القطاع الزراعي. بعد انقطاع دام عامين يعود معرض الحدائق من جديد حاملا في جعبته الكثير من الأفكار الزراعية المتميزة ليقدمها للجمهور بأسلوب جذاب ولافت، ويكون منصة تثقيفية لتبادل الخبرات بين المختصين في الشأن الزراعي من داخل البحرين وخارجها. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.